Assalamu alaikum. Sources of heat. We talked about sources of light, sources of electricity, and today we will talk about sources of heat. What's the meaning of sources, يا رابع؟ حكيناها كثير. Sources اللي هي مصادر، تمام؟ إيش يعني heat؟ كلنا بنعرف شو يعني heat، حرارة. أوكي؟ إذن اليوم بدنا نحكي عن مصادر الحرارة. أوكي؟ تمام. Firstly, okay. The sun. كنا بنعرف السن. اوكي، في حدا ما بعرف شو يعني سن؟ السن اللي هي الشمس، تمام. اوكي، the sun is the major source of heat in our life. الشمس هي ايش يعني major source of heat؟ المصدر الاساسي. major يعني اساسي، تمام، او رئيسي. اذا الشمس هي المصدر الاساسي للحرارة على أرضنا، أوكي، أو في حياتنا، تمام؟ أوكي، طيب عمرنا فكرنا إيش هي الشمس؟ عبارة عن إيش الشمس؟ الشمس عبارة عن large ball of burning gases. أوكي، هي large ball، كرة كبيرة، تمام؟ كرة كثير كبيرة، تمام؟ لأن هاي أول شغلة، إنه الشمس عبارة عن كرة كثير كبيرة. أوكي، طيب من إيش تتكون هاي الكرة اللي كثير كبيرة؟ هاي الكرة اللي كثير كبيرة عبارة عن burning gases. إيش يعني burning gases؟ يعني غازات مشتعلة، تمام؟ يعني بيكون في عنا غازات بتتفاعل مع بعض وبتعمل مشاكل مع بعض، بالتالي إيش مالها بتولع، تمام؟